الجزء وعاملين ايه بريزنت طيبين التحليل الطبي والعصب ثلاثة زرنجيل ونعناع ومكملينها مع بعض ان شاء الله. النهارده سيشن جديد هنتكلم فيه عن حاجات مهمة اوي اوي اوي، تمام؟ نركز مع بعض بقى وسامحوني يعني ان الحلقة هتبقى طويلة، تعالوا نفهم الدنيا هتبقى ماشية ازاي معانا. السيشن بتاعنا عن الكوليكشن لعينات الميكروبيولوجي، ونركز لان دي حلقة طويلة وحلقة مهمة جدا. الكوليكشن اللي هو ازاي تجيب العينة وايه الوقت الامثل للعينة والشروط بتاعت العينة وانواع العينات وكل عينة بنسحبها ازاي، فنركز مع بعض ويلا نبدأ مع بعض، تمام؟ قال لك ان اهم حاجة في الشروط بتاعت العينة عشان العينة ما يعني نقبلها في المعمل ونشتغل عليها الحجم بتاع العينة، تمام؟ وقال لك كمان الوقت الامثل للعينة، حجم العينة اللي هو مثلا لو هشتغل عينة بلد المفروض انا باخد 10 ملي دم، ما ينفعش مثلا ناخد 2 ملي ولا ملي ونص واقول هي كده حلوة كفاية. ده اول حاجة، ده بالنسبة للحجم. تاني حاجة الوقت الامثل، قال لك اللي هو البيست تايم. احنا كل حاجة ليها وقت مهم جدا، يعني مثلا لما يجي يقول لك عينة البول يجي يقول لك الميد ستريم بتاع اول عينة الصبح، لما يجي يقول لك عينة الدم هيجي يقول لك تاخد العينة وفي سخونية، لما يجي يقول لك هتاخد عينة من ابسس من فراغ لازم يبقى احمر، يعني احمر دي معناه اللي هو ملتهب جدا اللي هو وصل لقمة التوهج بتاعه، تمام كده؟ طيب بعد كده قال لك اللي انت هتكتب البيانات الخاصة بكل عينة، يعني دي عينة سي اس اف، ده عينة يون، ده عينة ستول وهكذا، ده اسم المريض عليها الاي دي بتاع المريض والحاجات دي كلها. نركز مع بعض بقى انواع العينات اللي بتيجي المعمل كتير كتير قوي، منها يورين، منها ستول، منها افيوجن، منها سي اس اف، منها سول سواب، منها سيمن، منها فشينالة السواب، منها ايه كمان يعني، منها من نوز من الاير وهكذا، فدي عينات كتير قوي بتيجي المعمل. قالك الطريقة الصحيحة لتجميع العينات بتعتمد على ايه؟ على طريقة عزل الميكروب. يعني مثلا لو بقى العيان يقول لك ايه، انا دلوقتي مطلوب مني اعمل مزرعة سبيوتم، في فرق شاسع بين السبيوتم وبين السلايفا، لو انا خدت سلايفا هيديني بكتيريا بس مش البكتيريا الباثوجينيك، لكن السبيوتم دي اللي انت بتقول له هات من جوه كده دبلي، يقول لك ايه بعمق قمح بعمق عشان تطلع من جوه ونبدا نشتغل، فالاكيد البكتيريا اللي هنا غير البكتيريا الموجوده في السلايفا بتاعتها، تمام كده؟ طيب يبقى اول حاجه عندنا اللي هي ايه العزل الصحيح للبكتيريا بيعتمد اللي احنا ناخده العينه صح، دي اول حاجه. طيب بعد كده قال لك الوقت الامثل زي ما قلنا اللي هو في ارتفاع درجات الحراره ولما يكون الابسس بتاعنا متراكب وكده. قال لك لكل عينه وقت امثل، تمام؟ فمثلا عينة البول والبلغم أفضل وقت ليها أول ما تقوم من النوم اللي هي صايم، تمام؟ ليه؟ لأن بيكون الميكروب اللي أنا هاجي أعمله مزرعة في قمة التضارب بتاعه. قال لك مزرعة الدم بتاعتك أفضل وقت ليها في حالة ارتفاع درجات الحرارة، تمام؟ طيب بعد كده العينات لو إحنا هنعملها في مستشفى ولا حاجة ليها طريقة للنقل، تمام؟ يقول لك العينات التي تصل الى المعمل يفضل ان توضع في ماده حافظه او ماده ناقله اللي هي الترانسبورتر ميديا اللي احنا قلنا عليها. وقال لك ايه كمان؟ قال لك ممنوع التجميد في العينات التي تحتوي على السودوموس او النيزيريا او الهيموفلس. ليه؟ لا عشان تتقتل. يعني انا ما ينفعش اجيب عينه سي اس اف زي ما قلنا ونحطها في الفريزر ويقول لك احنا كده بنحافظ على العينه، احنا كده قتلنا البكتيريا اللي موجوده فيها. تمام كده؟ لو جينا بقى بصينا هنا على شكل العينات بتاعتنا اللي احنا المفروض هنشتغلها، فهتلاقي عندك هنا يقول لك مثلا عينة يورين، عينة من الاير، عينة الفيسز او الستول، عينة الاي، ده السي اس اف، دي عينة البلاد بتاعتنا، تمام؟ عندك الافيوجن، عندك السويت سواب، عندك النوزل اللي هو شوف هنا اللوب بتاعتك بتدخلها من المناخير وبعد كده هي بتتنى جوه المناخير وهكذا، تمام؟ طيب طبعا احنا لما شرحنا البكتيريا في المحاضرات اللي فاتت كلها وكنا قلنا كل بكتيريا بتعيش فين وبتعمل امراض ايه، كان لازم يبقى عندنا انواع كتيره جدا من العينات اللي انا بشتغل عليها
في المزرعة. فقال لك أشهر العينات اللي موجودة عندنا عينة السبيوتم، عينة الإير، عينة الأي، عينة الفيسز، عينة السيبروسباينال فلويد اللي هي السي اس اف، عينة البلاد، عينة الإفلوجن، عينة السيمن، عينة اليورين، عينة البروستات، عينة السورتشوات، عينة النوزل سورت. اللي هي بلغم وعينة من الأذن وعينة من العين وعينة من الأنف والحلق والعينات التناسلية وعينة بول وعينة سائل منوي وعينة سائل نخاع وعينة دم. طب كل بقى مزرعة من اللي احنا قلناها دي هنقول ازاي ناخدوا العينة بتاعتنا ونركز مع بعض بقى لأن الموضوع ده ايه؟ لا الموضوع ده مهم جدا. أول حاجة هنتكلم عنها عن السورت سورت. السورت سورت دي بتصيبها أنواع من البكتيريا كتير زي ما هنشوف في نهاية الفيديو. هنتكلم عن كل عينة البكتيريا اللي بتبقى موجودة فيها سواء جرام بوزيتيف أو جرام نيجاتيف. أنت هتيجي الأم هتشتكي إن ابنها عنده سخونية وعنده مغص عند بطنه، تمام؟ فيجي الدكتور يكشف عليه على طول، هيقول لك اعمل لي تحليل ستول، هنبص هنلاقي في الستول إيه بتاعنا إيه صديد. هيبقى عندي مشكلة في اللحظة دي. هو الطفل عنده سخونية وعنده وجع في بطنه، المفروض أول حاجة الدكتور يعملها اللي هو هيجيب خافض لسان وهيجي ضاغط على لسان الطفل ويبص على اللوز بتاعته، لو لقى عليها بؤر صديدية يبقى الصديد اللي موجود في الستول هنا ناتج إن الصديد نزل من عند اللوز، نزل فين؟ في بطنه. في الحالة دي أعمل سورت سوايب وما أعملش مزرعة ستول. أما لو أنا عملت السورت سوايب ولقيته طبيعي، يعني أنا لو مسكت خافض اللسان ونزلت وشفت اللوز بتاعتي ولقيتها ما فيهاش التهابات ولا فيها صديد ولا اي حاجه، يبقى في الحاله دي اعمل ستول كالتشر. طيب هعمل المزرعه بتاعتي ازاي؟ انا هقول لكم بالفلاحي وبعدين هقول لكم بالكتاب. هتفتح بق الطفل او المريض اللي جاي لك وهتجيب خافض لسان تضغط عليه وهتمسك السواب بتاعك، هتيجي عامل واحد اثنين ثلاثه وتيجي ساحب بسرعه، لو خدت رابعه هيعمل فومتنج عليك، تمام كده؟ نقرا المكتوب بقى في الكتاب. قالك هتجيب إضاءة جيدة اللي هو الكشاف وخافض لسان، هتبص على مكان الالتهابات وبعدين هتاخد مسحة من الإفرازات أو مكان الصديد. خلال 8 ساعات قبل أخذ العينة لا يتم، بصوا الشرط ده مهم جدا، لا يتم أخذ مطهر للفم أو مضاد حيوي. يبقى المريض قبل ما تيجي تعمل له السويد سواب يبقى ما خدش مطهر للفم أو مضاد حيوي. مش كل مريض داخل المعمل عاوز يعمل سويد سواب يلا معمول، ما أنت بتدي الشرط بتاعك إن هيوقف المطهر المعوي أو المضاد الحيوي 8 ساعات. تمام كده؟ طيب الاسبيوتم احنا بنعمله عشان خاطر نشوف في ايه؟ اي حاجه بتعمل لي ايه؟ نومينيا اللي هي زي الكلبسيلا وزي البكتيريا الدارة والكلام ده. فقال لك عينه الاسبيوتم بتاعتك هتدي له كونتينر استرايل وهيبقى دراي، هيبقى ناشف وايه؟ وهيبقى واسع كده عشان يكح فيه براحته. وبعد كده هتقول له كح بأمك، يعني هاتها من خشيشك زي ما بنقول. العينة يقول لك كده سبيوتم نوت سلايف، تمام؟ وبعد كده العينة دي تروح للمعمل بأسرع ما يمكن، بأسرع ما يمكن. في حالة مريض السل اللي هو مريض التي بي ده بناخد منه عينة سبيوتم لمدة 3 أيام وبنعمل له فيلم زي نيلسون وبنفحصه عشان نشوف فيه باسيلاي ولا مفيش باسيلاي، تمام كده؟ زي ما شرحنا في ايه؟ في الفيديو بتاع البكتيريا. أما لو المريض طفل ومش هنقدر نحصل منه على البلغم يستخدم غسل المعدة لعزل عصويات السل ولكن ليس لمسببات الأمراض التنفسية الأخرى. يعني لو عندي طفل ومش هقدر آخد منه سبيوتم هعمله غسيل معوي عشان آخد منه اللي هي الباسيلاي بتاعة التي بي، لكن مش هناخد منه أي نوع تاني، تمام كده؟ طيب قالك بعد كده مزرعة العين. يعني مزرعة العين دي بناخدها ازاي؟ المريض بتاعك هتيجي كده وهتقول له، هتمسك السواب وهتقول له افتح عينك، هتفتح له عينه كده وهتيجي حاطط السواب بس وهتخزق عينه، يعني هتحط السواب براحة وتيجي مخليه مغمض عليه لحد ما عينه تبدا تدمع، الدموع تنزل تملى السواب، تيجي عامل ايه؟ تيجي شايل السواب وهو ايه؟ وعامل المزرعه، تمام كده؟ طيب دي الطريقه. قال لك ممنوع استخدام مرهم مضاد حيوي قبل العينه، يجب ان تزرع العينه بسرعه، يعني احنا اول ما العينه ناخدوها نعملها بسرعه، تمام؟ قال لك السواب اللي هتبقى واخده هيبقى استرايل معقم. في الاطفال مسحه الشبكيه الافضل ان تؤخذ وتزرع بجانب المريض مباشره، يعني انت يبقى معاك الميديا اللي هتزرع عليها وتعمل المزرعه على طول. بس نخلي بالنا اي مزرعه غير السواب واليورين والستول
تمام؟ نعمل ايه؟ ما ناخدهاش. نخلي الدكتور هو اللي يعمل ايه؟ هو اللي ياخدها. تمام كده؟ عشان خاطر المريض ممكن يكون اصلا هو تعبان والعلاج مش جايب نتيجه معاه، يجي يتلكك يقول لك انت اللي خدت العينه انت اللي تعبني. فانت حول نفسك، حط نفسك في جانب الامان، واي عينه غير اليورين والستول والسويت سواب والسيمن، تمام؟ خلي الدكتور اللي طالبها هو اللي ياخدها وانت تشتغل. خليك في السليم. تمام كده؟ طيب. ايه تاني عندنا؟ قال لك عينه البول هتشتغل على الميدستريم، هتخلي المريض يعقم العضو بتاعه كويس جدا، يغسله كويس وينشفه، وبعد كده هينزل الجزء الاوسط، هينزل الاول عينه وبعدين ناخد الجزء الاوسط، وبعد كده ايه يقفل الكوبايه كويس ويجيبها المعمل على طول. تمام؟ ايه كمان؟ وما تنسوش تعملوا البكتيريا كاونت اللي احنا هنا ايه شرحناها. اما البص، البص وقع عينه الصديد، ودي نركز فيها قوي ده. الصديد دوت يا اما من ابسس يا اما نتيجه لجراحه. وقال لك الصديد لما عشان تزرعه وتطلع العينه بالظبط لازم يكون الابسس اللي عندك ده لونه احمر. لونه احمر ده اللي هو متوهج، يعني اللي هو ايه؟ اللي هو مستوي كده، اللي هو مجرد ما تلمسه هيفرقع، هيطلع كل البص اللي فيه. تمام؟ طيب بناخدوها ازاي بقى؟ قال لك الوقت الامثل اخذ العينه في حاله التهابات الجرح او نتيجه لتمزق الخروج بشكل طبيعي. يعني ما اجيبش مشرط وافتح اطلع الصديد واقول لك هو كده العينه، لا، لازم يكون مستوي زي ما بيقولوا كده. تمام؟ يجب ان تجمع العينه قبل استخدام الدريسنج المضاد. يعني انا ما ينفعش مثلا اجيب الكحول او اجيب بتادين واطهر وبعدين اخد العينه. انا لو طهرت الاول انا كده موتت البكتيريا، فبالتالي هتديني نجوس. يبقى انا اخد السامبل وبعدين اعمل ايه؟ اطهر. تمام كده؟ طيب. يستخدم تكنيك معقب ثم تجمع في انبوبه وناخذ كميه تصل ل 5 مللي. الصديد اللي بيطلع ده هاخد منه كام؟ 5 مللي، اسحبه كده بالسرنج 5 مللي صديد. طب انا ما قدرتش هاخد سواب. لو انا ما قدرتش اخد ال 5 مللي دول هاخد ايه؟ هاخد سواب، السواب يقضي الغرض معايا. تمام كده؟ طيب عينة الاسطول قال لك ينبغي جمع العينه خلال المراحل الحاده من الاسهال. يعني المريض جاي بقى بيشتكي ان عنده اسهال ومعرفش ايه والدنيا بايظه خالص، ناخده في ايه؟ في الوقت دوت. طيب العينه يجب ان يكون فيها مخاط او دم او صديد عشان نشوف لو في بارازيتك لما نيجي نفحص في الميكروسكوب او في بكتيريا. تمام؟ الكونتينر اللي بستخدمه يقول لك دراي مش شرط ستراي. تمام؟ طيب العينه لازم ما يحصلش فيها كونتامينيشن مع اليورين. يعني ايه؟ الموضوع الفيميلز هتدخل التويلت هتنزل كل اليورين الاول وبعدين نبدا ناخد الستور بتاعها. لكن الاثنين على بعض ده او في الاطفال ما ينفعش. نركز مع بعض في اللي جايه بقى عشان اللي جايه مهمه جدا. قال لك مزرعه البلاد. مزرعه البلاد دي انتوا عارفين طبعا اللي احنا قلنا هي بتعمل ايه؟ بتعمل بكتيريميا او سبتسيميا او سبسيس. تمام؟ مزرعه البلاد عشان ابدا اعملها قال لك الشرط الاساسي انه تكون وصل لقمه درجه الحراره بتاعته، يكون سخن جدا. تمام؟ هنعمل ايه؟ هنجيب دراع المريض. لو هو طفل ليه علبه صغننه كده محطوط فيها زي ماده، المادة دي بتساعد على تكاثر الايه؟ البكتيريا. لو هو كبير نفس العلبة بس لشخص كبير. الفرق ما بين الكبير والصغير ايه هو؟ ان الصغير ما بقدرش اسحب كمية دم كبيرة، فبسحب له من كام؟ من 3 ل 5 سم دم. اما الكبير بسحب له من 5 ل 10 سم دم. ازاي بسحب بقى؟ العلبة جنبي وهجيب بتادين. اول حاجة هجيب ماسح ايديه كده، معلش ثاني. اول حاجة همسح ايديه بالالكحول، وبعد كده هجي جايب بتادين ماسك بايديه، وبعد كده طبعا هسيب كل حاجه تمشي، وبعد كده همسح الكحول تاني، وبعد كده هاجي مدخل السرنجه بتاعتي ساحب ال 10 سم، وبعد كده هاجي مطلع السرنجه مغطيها، واجي ماسح دراع الميت وحاطط له اللزقه بتاعته، واجي واخد عينه الدم دي. تمام؟ هخلع السن واركب سن جديد، واجي مفضي الدم بالسن الجديد اللي انا ايه عامله. طبعا قبل ما اخلع السن قبل ما احط الدم بالسن الجديد هعقم الكاوتشه بتاعت العلبه دي بايه؟ بالكحول، واسيبها تنشف، وبعدين افضي الدم بالسن الجديد. نقول تاني، هسحب عينه الدم ازاي؟ هجيب الكحول امسح بيه دراع المريض، وبعدين احط بتادين، وبعدين اسيبه ينشف، وبعدين امسح دراع المريض تاني، وبعدين اسحب العينه، وبعد كده اشيل السن اغيره، وبعد كده اعقم الكاوتشه بتاعت الايه؟ الازازه او البروس او الميديا اللي انا هحط عليها، وبعد كده اجي مفضي بالسن الجديد، وبعد كده اقلب العينه كويس. دي عينه البلاط ازاي ناخدها؟
ليه كده؟ احنا بنبقى حريصين جدا لان كلمه سيبس او سيبتسيميا او باكتيريميا كلمه مش سهله. بص بقى هو كاتب لك ايه؟ قال لك يجب ان تجمع قبل بدء العلاج، تؤخذ العينه في وقت ارتفاع درجه الحراره اللي هو البيست تايم ده. قال لك اذا اعطيت بالفعل يعني لو المريض خد مضادات حيوي فمن الافضل ان يتم تاجيل جمع العينه حتى 24 ايه ساعه، زي ما قلت لكم لو هو بياخد عينه اللي هو جرعه حقن او تابلت كل 24 ساعه، لو بياخد الساعه 12 يبقى ميعاده ثاني يوم الساعه 12 قبل الميعاد بتاع الساعه 12 ثاني يوم. ايه اللي هيحصل؟ هنسحب عينه الدم. تمام كده؟ طيب نركز مع بعض. قال لك هناك مادة خاصة اللي أنا لسه قايل لكم عليها الصغيرة والكبيرة دي، خاصة بالعينات بتاعة الأطفال أو الكبار. يجب أن تجمع العينات في أوقات مختلفة من اليوم اللي تسهل عزل البكتيريا. أنا باخد ثلاث عينات في اليوم، ممكن واحدة الصبح وواحدة بالليل وواحدة العصر، ومن ثلاث أماكن مختلفة. تمام كده؟ هو إيه؟ لازم يبقى فيه طريقة الاسترايل بتاعي. قال لك مثلا تحديد الوريد المناسب، تنظيف الجلد باستخدام كحول 70% ثم صبغة اليود ثم كحول مرة أخرى، انزع الغطاء الخاص بالميديا وتعقيم الكاوتشة بكحول 70% ثم إدخال السن للتفريغ، استخدم سرنجة معقمة من 10 ل 12 مللي زي اللي احنا قلنا عليه بالظبط. تمام؟ طيب السي اس اف هو مش أنا اللي بسحبها، أنا هقول لكم الطريقة بتاعتها بسرعة، بس هو المفروض الطبيب المختص هو اللي بيسحب لعينة السي اس اف. قال لك يجب جمع العينه تحت تعقيم لانه ممكن يدخل يعني تخيل بقى لو دخل بكتيريا الجهاز العصبي، مش هقول لك اكتر من كده. السائل يتم جمعه من التجويف، يتم ادخال ابره دعم بين الفقرات الرابعه والخامسه. تمام؟ خدوا بالكم الغلطه بشكل، الغلطه بشكل. التاخير في الفحص يقلل من من فرصه العزل، يعني انا كل ما العينه اتاخرت كل ما مش هفحص يعني كل ما مش هلاقي بكتيريا بسهوله يعني. يجب ان لا تحفظ في الثلاجه، ليه؟ عشان بتقتل النيزيريا والحاجات اللي قلنا عليه. الكونتينر يكون سترايل ويكون دراي، العينات تروح المعمل على طول. تمام؟ ايه كمان معانا؟ قال لك الافيوجن. دلوقتي هندخل على نوع تاني من العينات عندنا اللي هو الافيوجن. قال لك لازم الانبوبه بتبقى دراي وليها قطع. الانبوبه فيها انتي كواجيولانت اللي هو الصوديوم سيتريت، الانتي كواجيولانت ده بيحافظ على العينه اللي هي ما تتكررش. تمام؟ وبعد ما اخد الانفيوجن هحط على الانتي كواجيولانت واقلبه. قال لك منع التجلط يستخدم لمنع تجلط العينه وخاصه من افرازات العينه. تمام؟ عشان ممكن استخدامها لعد الخلايا، يعني انا من الاخر ببقى عايز العينه ليكويد. تمام كده؟ طيب عينه من دون سطرات مفيده لمعرفه اذا كان يحدث تخصص ولا لا، اللي هيحصل فيه تجلط ولا لا. طبعا بعد ما عرفنا انواع البكتيريا وعرفنا دلوقتي انواع العينات وطريقه كل عينه، المفروض انا ايه اللي هيحصل؟ المفروض انا لما يجي لي عينه المعمل لازم يبقى المعمل بتاعي كله معقم، لازم يبقى اللهب شغال، لازم ابقى محضر الميديا اللي انا هزرع عليها كل عينه، زي ما قلنا مثلا الاسطول في الحلقات بقى اللي احنا شرحناها، الاسطول هيتزرع على اس اس اجار وعلى مكونكي، اليورين هيتزرع على كيلت، السي اس اف هيتزرع على تشوكلت وهكذا. بعد ما حضرنا الميديا دي كلها وزرعنا تاني يوم هنيجي نلاقي جروس. تمام؟ هنيجي نلاقي فين مو؟ المفروض اوتوماتيك بقى كده عشان موضوع البكتيريا كبير زي ما انتم شايفين كده، وفي بكتيريا في كل حته والدنيا بايظه خالص، فالمفروض يبقى عندي سكيما بسيطه تقول لي على الاقل اشهر 10 او 5 انواع من البكتيريا موجوده في كل عينه. يعني انا مثلا جايين على عينه اليورين زي ما هنشوف دلوقتي بالظبط، عينه اليورين دي ايه المتوقع فيها؟ قال لك المتوقع ان انت تلاقي جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف. طب الجرام بوزيتيف ممكن الاقي فيها ايه؟ قال لك ممكن تلاقي 1 2 3. الجرام نيجاتيف ممكن تلاقي ايه؟ قال لك ممكن الاقي 1 2 3. الموضوع ده جبته منين؟ او المعلومات اللي انت بتقولها جبتها منين؟ المعلومات دي جمعناها ولخصنا اللي هو الجزء الخاص بالسامبل في كتاب مونيكا. تمام؟ وبدانا ناخده منه الحاجات دي، عملنا منها سكيمه صغيره هنقولها لكم دلوقتي. الناس اللي معاش الكتاب تكلمني وانا هبعت لهم الكتاب. تمام؟ دلوقتي بقى الجزء الاخير في المحاضره بتاعتنا هنتكلم عن انواع البكتيريا اللي موجوده في كل عينه. يعني انت دلوقتي جاي لك عينه يورين المعمل، المفروض تشوف فيها ايه؟ جاي لك عينه ستول في المعمل، المفروض تشوف ايه؟ خد الشكل اللي انا بقول لك عليه ده
اعمل زيه، طلع الكتاب وطلع الصفحة وكده، اعمل ملخص بسيط كده وحطه في المعمل عندك. دلوقتي انا جاي لنا عيان التيور، يبقى انا متوقع الاقي فيها كذا كذا كذا، عشان دماغك ما ايه ما تلفش، دي بتسهل لك تحديد البكتيريا بتاعتك. تمام، يلا نقرا مع بعض التلخيص اللي احنا عاملينه الاول، نصورهم لهم كده. تمام، ممكن كده. ايوه، ادي الصفحه الاولى عشان الناس ايه لو حبت تكتبها، وادي الصفحه الثانيه. يلا بقى تعالوا كده، احنا نقينا لكم اشهر ايه مزايا بتيجي معاه. قال لك مثلا بكتيريا انيور، يعني البكتيريا اللي المتوقع اللي احنا نشوفها في اليورين. احنا اتفقنا ان البكتيريا عندنا بتتقسم لجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، تمام كده؟ طيب قال لك اللي انت لو لقيت جرام بوزيتيف المتوقع تشوف يستافيلوكوكس ستريبتوكوكس، تمام كده؟ طيب لو جرام نيجاتيف قال لك متوقع تشوف اشيشيا كولاي، بيريتيوس، سيدوموناس، كليبسيلا، سالمونيلا، نيزوفي. تمام كده، يبقى عينت اليورين كده لو جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف هتلاقي يستافيلوكوكس يستريب، يا اما اشيشيا كولاي، بيريتيوس، سيدوموناس، كليبسيلا، سالمونيلا، نيزوفي. قال لك الكانديدا اللي هي الفنجاي يورانيا انفكشن، يعني الكانديدا اللي بتعمل التهابات في البول، تقول لك فاوند ان ايه؟ في مريض السكر دايابيتس ميليس. تمام، في مريض السكر والمريض اللي عنده مشكله في المناعه. تمام، طيب لو انا جالي دلوقتي عينه بس عينه صديق، ايه المتوقع اللي انا الاقيه فيها؟ قال لك لو جرام بوزيتيف متوقع يبقى عندك استافيلوكوكس اوريوس او ستريبتوكوكس بيرجيت او انتيروكوكس. طيب لو جرام نيجاتيف بقى، لو انا طلع عملت جرام ستيم وطلع جرام نيجاتيف، قال لك ايكولاي، بروتيوس، سيدوموناس، كليبسيلا. تمام، شايفين السكيما، حاول تعمل السكيما دي في المعمل عندك. طيب السويت سويت، قال لك السويت سويت الجرام بوزيتيف هتبقى ستريبتوكوكس بيوجيت. دي لما جينا شرحنا الستريبتوكوكس مش قلنا اللي فيه جروب A وقلنا اللي فيه بيتا وفيه الفا؟ دي جروب A بيتا هيموليتيك، تمام، اللي هي بتعمل ايه؟ الميكروب السباحي. وقال لك ممكن يكون فيه ديفيتيرجي، وقال لك ممكن يكون فيه كانديدا او اذر ييست، او في انواع ثانيه من ايه؟ من اليست. تمام، ده في السويت سويت. طيب في الستول كالتشر، في الستول قال لك لو جرام نيجاتيف هتلاقي بقى شيجيلا وسالمونيلا وكامبيلوباكتر وإشيشيا كولاي. طب لو جرام بوزيتيف قال لك كوليستيروديوم، والكوليستيروديوم دي انايروبيك بكتيريا، يا اما ستافيلوكوكاس اوريوس. تمام كده. طيب البلاد كالتشر بقى، عد بقى يا سيدي، انت مش احنا كل حلقه كنا بنصورها كنا بنقول الحاله البكتيريا دي بتعمل سيبتسيميا او بتعمل سيبسس اللي او بكتيريميا، مش قلنا البكتيريا دي بتعمل تسمم الدم؟ طيب قال لك في البلاد كالتشر لو جرام بوزيتيف هيبقى ستافيلوكوكس، ستريبتوكوكس، انتيروكوكس، كلوستريديوم. طب ولو جرام نيجاتيف شيجيلا، بروسيلا، بروتياس، كليبسيلا، نيزويا، وهكذا. التلخيصه اللي احنا عملناها دي، التلخيصه دي زي ما قلت لكم احنا جبناها من الكتاب، قعدنا نلخص نلخص لحد ما طلعنا المحتوى ده. دي خلاصه المايكروبيولوجي اللي بيتشرح ده، خلاصه المايكرو. المايكرو طبعا علم كبير جدا، علم اتعمل فيه كتب بما فيه الكفايه، حاولنا نبسط لكم الموضوع بقدر الامكان. حلقه النهارده كانت في جمع العينات والشروط الامثل لجمع العينه. اهم حاجه لازم تاخدها في البيست تايم اللي هو في ارتفاع درجه الحراره. اهم حاجه تعرف المريض بياخد انتبيوتيك ولا لا، ولو بياخد هتوقف له العلاج لمده 24 ساعه زي ما شرحنا. وبعد ما توقف لازم 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 تكتب بيشنت اندر كنترول ويز تريتمنت باي اسم الانتبيوتيك، او تكتب بيشنت اندر كنترول ويز تريتمنت وتكتب بين قوسين لو ما انتش عارف اسم المضاد الحيوي تكتب انتبيوتيك. وبعد كده اتعلمنا ازاي ناخد كل عينه، العينات الغريبه غير اليورين والستول والسيمن والسويتس وات ما تاخدهاش، خلي الدكتور يديله الميديا بتاعتها والبلاد كالتشر ده، خلي الدكتور يديله الميديا بتاعتها يسحبها وتجي لك المعمل اشتغلها. المفروض منك بعد ما عرفت دوت المفروض تعرف حاجه، كل عينه بتتزرع على ايه، وده ان شاء الله هنعمل لكم حلقه عن الميديا الخاصه بزرع كل عينه. اتمنى الحلقه تعجبكم، واتمنى ان انتوا يعني ما نكونش طولنا عليكم. تحليل الطبيه والعصر 3 رساله جيل بداناها وكملنا مع بعض، اتمنى البرنامج يكون مفيد. خلاص احنا قربنا في النهايات خالص، يعني حلقتين ثلاثه والبرنامج يخلص. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا معانا، وان شاء الله انا موجود معاكم على صفحتي وعلى قناتي وعلى جروب كابتن انليسز من الساعه 12 للساعه 1. اي سؤال اي استفسار حاولوا تلخصوا الحلقات دي وتكتبوها في التشكر بتاعكم.
اتمنى البرنامج يعجبكم وتقروا بقى كتب كتير في المايكرو، احنا حطينا رجليكم على الاساس وانتوا عليكم انتوا تكملوا. كل سنه طيبين واشوفكم على خير. باي.